النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسأل الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية. اليوم سادت أجواء حارة مرة أخرى في أغلب مناطق المملكة. تقريبا كانت درجات الحارة في شرقي العاصمة عمان في أواخر الثلاثينيات، في الأحياء المرتفعة من العاصمة عمان بلغت درجة الحرارة تقريبا حوالي 34 درجة مئوية، درجة الحرارة العظمى. في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى تراوحت درجات الحرارة ما بين 42 إلى 47 درجة مئوية، كذلك الأمر في الأغوار الوسطى والبحر الميت، ووصلت في خليج العقبة حدود 44 درجة مئوية. ظهرت كما تلاحظون خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر بعض الغيوم المتفرقة، وهي كانت طبعا في سماء المملكة مع ساعة عصر ومساء هذا اليوم كما تلاحظون. بالنسبة لخرائط التوقعات درجات الحرارة والكتل الهوائية القريبة من سطح الأرض، تشير هذه الخرائط لأن هذه الأحوال الجوية كانت تعرض اليوم كما تلاحظون بهذا اللون الأحمر الداكن، تغطي معظم مناطق شرقي البحر المتوسط بما فيها مصر وأيضا بلاد الشام، كتلة هوائية حارة وجافة، وهي طبعا غير معتادة لمثل هذا الوقت من العام، وتؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة بلغ أكثر من 12 درجة مئوية عن المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. غدا الخميس تستمر تأثر هذه المناطق بذات الكتل الهوائية الحارة، وبالتالي نتوقع غدا الخميس أن يستمر الطقس حارا وجافا في أغلب المناطق، يتحول يصبح شديد الحرارة لفترة وجيزة في ساعات العصر، في حين يكون شديد الحرارة بشكل لافت في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، والتي لا يستبعد أن تصل بها درجات حرارة بما يتجاوز 45 درجة مئوية. يوم الجمعة نلاحظ بدء يعني اقتراب درجات حرارة أقل نسبيا من درجات الحرارة الموجودة، وهو ناتج عن تمدد لكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل، أو بمعنى آخر ذات درجات حرارة اعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، بحيث يوم الجمعة يطرأ انخفاض لكنه يوصف بالطفيف على درجات الحارة، لأن كما نلاحظ ما زالت المملكة تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة. هذا يوم الخميس، هذا يوم الجمعة، بالتالي اقتراب الهواء الأبرد نحو المنطقة، لكن المملكة نهار الجمعة ما زالت تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، وبالتالي الأجواء ستبقى حارة بوجه عام يوم الجمعة، لكن يوجد انخفاض على درجات الحرارة بما هو مقارن عليه خلال الأيام الماضية. ولكن يوم السبت كما تلاحظون اندفاع هذا الهواء البارد ليدخل إلى داخل المملكة كما تلاحظون، وسيطرأ انخفاض ملموس وحاد على درجات الحرارة، وبدء تأثر المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة اعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، ومن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تعود درجات الحرارة لتصبح تقريبا حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وبالتالي تنتهي ويكون يوم السبت أول أيام التي تلي الموجة الحارة، وتنتهي الموجة الحارة بشكل رسمي مع ساعات مساء يوم الجمعة. ولكن أيضا على الجانب الآخر نراقب في طقس عرب اندفاع كتلة هوائية باردة نسبيا غير معتادة، يعني لا ندري ماذا يحصل هذا العام، ولكن هناك مؤشرات على اندفاع هواء بارد جدا أقرب للهواء الشتوي نحو المنطقة الشرقية للبحر المتوسط، قد يؤثر عنك اعتبارا من يوم الأحد على شكل منخفض جوي، فيما إذا صادف أول أيام العيد فلكيا يوم الأحد فإن ذلك سيتصادف مع تواجد لمنخفض جوي ودرجات حارة دون المعدلات. إذن ستنتقل درجات حارة من كونها فوق المعدلات ب 10 إلى 12 درجة مئوية تصبح أقل من المعدلات ربما بذات القيم ب 10 درجات مئوية دون المعدلات، وهي تحت المراقبة طبعا بشكل عام. الأحوال الجوية هذه الليلة في ساعات هذه الليلة يبقى الطقس دافئا على نحو لافت، درجة الحرارة الصغرى 25 درجة مئوية. بالمناسبة كما ذكرنا سابقا أن هذه درجة الحرارة هي تلك درجة الحرارة تقريبا التي يعني
تساوي معدل درجة الحرارة العظمى في بعض المناطق لهذا الوقت العام، والسحور في الخارج ممتاز، والجلوس في شرفات المنزل ممتاز، مع الانتباه كما ذكرنا سابقا انتشار الحشرات وخروج الزواحف لدى الأطفال، يجب علينا الانتباه عليهم في هذه الظروف الجوية. غدا كما ذكرنا طقس حار وجاف في أغلب مناطق المملكة، ومع ساعات الإفطار تكون الأجواء غالبا صافية ودرجة الحرارة 32 درجة مئوية، ويمكن الجلوس في الخارج وتناول طعام الإفطار في بعض المناطق، لكن في مناطق أخرى يكون طقس فيها شديد الحرارة مثل مناطق الأغوار ولا يمكن الجلوس حتى في الخارج. دعونا نتعرف الآن على درجات الحرارة المتوقعة غدا في محافظات المملكة. نبدأها من إربد من 38 إلى 23 أجواء حارة، جرج 37 إلى 22، عجلون من 36 إلى 21، وفي مفرق من 38 إلى 23 درجة مئوية. العاصمة عمان حوالي 35 إلى 24 كمتوسط، تصل إلى 38 في شرقي العاصمة عمان، 33 في الأحياء المرتفعة، فتكون 35 تقريبا كمتوسط درجات حرارة وأجواء حارة. طب بالطبع البحر الميت من 44 درجة مئوية غدا إلى 29، مادبة من 37 إلى 23، في السلط من 38 إلى 25، وفي الزرقاء من 38 إلى 23 درجة مئوية. المناطق الجنوبية في الكرك من 34 إلى 22، في الطفيلة من 36 إلى 25، في الشرام من 34 إلى 23، في معان من 35 إلى 23، وفي العقبة من 40 درجة مئوية نهارا، تنخفض الصورة إلى 29. غدا هناك فرصة لأن تشهد بعض المناطق الجنوبية زخات محلية من الأمطار في ساعات ما بعد الظهر والمساء، إثر تعرض هذه المناطق لحالة من عدم الاستقرار الجوي، ربما تكون بعض من هذه الزخات رعدية، وبسبب طبيعة هذه الأمطار دائما ننبه من خطر جريان الأودية وتشكل السيول حتى وإن كان ذلك في نطاقات جغرافية ضيقة. ننهي توقعات الغد بالمناطق الشرقية، في رويش 39 إلى 22، في الصفاوي كذلك الأمر 39 إلى 23، وفي الأزرق من 40 إلى 26 درجة مئوية. توقعات الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، إذا غدا 35 إلى 24 كما تحدثنا، يوم الجمعة تنخفض قليلا درجات الحرارة، تصبح 33 درجة مئوية نهارا، 18 درجة مئوية ليلا. لاحظوا معي يوم السبت 10 درجات مئوية مقدار انخفاض، تصبح درجات الحرارة أقل حتى من معدلاتها مثل هذا الوقت العام، 23 درجة مئوية العظمى، هي العظمى يوم السبت أعلى من الصغرى الليلة ليلة الخميس على الجمعة والليلة القادمة، وبالتالي قد نشعر بالبرودة يوم السبت بالأجواء، تتكاثر السحب والغيوم المنخفضة، ليلا 14 درجة مئوية، وبالتالي الطقس يميل للبرودة في أغلب المرتفعات ليلة السبت على الأحد، وكما ذكرنا في منشورات تقصار مختلفة بأن هناك مراقبة لمنخفض جوي قد يؤثر على المملكة في أول أيام العيد يوم الأحد، وسنستعرض معكم التفاصيل هذا المنخفض إن شاء الله في النشرات المقبلة. قبل الختام بعض التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية السائدة في المملكة، نوصي بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال ساعات الظهيرة والعصر، خاصة في مناطق الأغوار التي تتعرض لإجهاد حراري وارتفاع كبير في درجات الحرارة. ينصح بالإكثار من شرب السوائل والمرطبات الباردة بعد الإفطار وقبل السحور، كما ينصح بالابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب بسبب احتمال تشكل بعض السيول في بعض المناطق الجنوبية غدا الخميس. كما نوصيكم بأمرين آخرين هامين، هو عدم ترك يعني عبوات التعقيم داخل المركبات بسبب ارتفاع درجات الحرارة الكبير، كما نوصيكم أيضا بالانتباه من الانقلاب الحراري الكبير والتغير في الأجواء المتوقع على المملكة مطلع الأسبوع المقبل. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، شكرا لكم، إلى اللقاء.